الآجال في كل لحظة، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. معاشر المسلمين، تتعاقب الأيام وتتوالى الشهور وتمضي السنون، والأعمار تطوى والآجال تقضى والأبدان تبلى، وكل شيء بأجل مسمى. وها نحن قد ودعنا عاما تمضت ساعاته صراعا، ومضت أوقاته تباعا، وكأنها طيف خيال أو طيف زار ثم زال. وفي استقبال عام وتوديع آخر، تذكرة للمتدبرين وعبرة للمتفكرين. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والبصير لا يركن إلى الخدع، والبصير لا يركن إلى الخدع، ولا يغتر بالطمع. ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، فالعاقل